قبل 3 أعوام نعت الثورة السورية أحد حراسها عبد الباسط الساروت ابن حمص الذي أصر على البقاء في ساحات القتال ليلتحق بمن سبقه من الشهداء. حتى نارك جنة. عبد الباسط الساروت حارس المرمى الذي انضم إلى صفوف الثورة في أيامها الأولى، وأصبح صوته يصدح في المظاهرات السلمية فلقب ببلبل الثورة، ووجد حياته بين غبار المعارك. عاش الحصار في أحياء حمص لأكثر من 2 سنين. كان حضوره ثقيلاً على النظام الذي رصد نحو 35,000 دولار للقبض عليه. تعرض الساروت لأكثر من محاولة اغتيال، كما قتل النظام والده وخمسة من أخوته. ثلاثة أعوام مرت على رحيل الساروت بعد إصابته في أثناء وجوده في إحدى المعارك ضد قوات النظام بريف حما الشمالي، وشيع في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير في إدلب. رحيل يستذكره السوريون كل عام بكلمات بلبل الثورة وحارسها. نعم سوري أنا وأنت أهل لي، بلادي كافي بدمعك، تهلي لجل سوريتك بالموت، أهلي لأن روحي إلك أصغر هدية، أرض البطولة.